الأعلام لنعود إلى مسك الختام من سيد الكلام ومن آيات ربنا العليم العلام ومن معجزة نبينا سيد الأنام. فما القرآن إلا تشريعات وأحكام أنزلها ربنا لأمة الإسلام، فمن عمل بأحكام القرآن حلالا وحرام فاز يوم الزحام بشفاعة المصطفى سيد الأنام، وجعل الله له في الجنة منزلة ومقام. فأيا بنا أيها الإخوة الكرام لنستمع لقارئ له خلق وأدب واحترام، شيخنا ممدوح جودة سعد، في خلقه ممدوح، في صوته منفوح، أداؤه يجعل الصدر مشروح لأنه يتلو بكل وضوح. فهيا بنا شيخنا ممدوح جودة سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دماقا. لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يكون وقال الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم
ذلك اليوم الحق فمن شاء إن في ذلك
تعالى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام وإلى روح والدنا وشيخنا الراحل فضيلة الشيخ محمود أحمد حسن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار اغفر لشيخنا الراحل ذنوبه والأوزار وشفع فيه النبي المختار واجعله من الناجين من عذابك ومن النار واجعل قبره بحق القرآن متوجا بالأنوار وارزق أهله الصبر والسلوان والاستقرار واجعل خيرهم من بعده مدرار واجعل له في الجنة مستقرا وقرار بصحبة نبينا وصحبه الأخيار. اللهم شفع فيه ما حفظ وحفظ من قرآن وما دعا به إلى التوحيد وإلى الواحد الرحمن وأسكنه بفضلك فسيح الجنان. هكذا أيها الأخوة الكرام لقد ختمت ليلتنا بتلاوة العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. شاكرين أيضا لفضيلة الشيخ محمد حسن المهدي
وفضيلة الشيخ محرم العطار وفضيلة الشيخ احمد سيد اسماعيل وفضيلة الشيخ عمرو مواف. شاكرين لكم جميعا باسم المهندس محمد محمود احمد حسن عامر والمعلم سيد محمود احمد حسن عامر والمهندس احمد محمود حسن عامر والاسطى شعبان احمد حسن عامر والحاج فتحي ابو عامر باسم الهندسة الاذاعية الكبرى حاج محمد عوض ابو سنة والذي جاء اهل القرآن اليه واجبا وعمل بالسنة. اشكر ايضا لفراشة ابو الغيط وانارة رضا رمضان وضيافة سامي طه ابو سنة ومخرجنا للتصوير للحفلات القرآنية ناصر صلاح. شكر الله لكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان معكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب مقدم الحفلات القرآنية الكبرى لجمهورية مصر العربية.